أي قرحة بأي مكان بالجسم يأخذ وقت جدا طويل إلى أن يحصل عملية الهيلينج، وقد يحتاج من المريض اهتمام ورعاية وتغطية لهذا الجرح، ومع هذا يجد أن هذا الجرح ما زال أوزينج ويفرز فراج ودم وكذا، إلى أن يعني يعالج بطريقة خاصة إلى أن يشفى. ليس كالإنسان العادي الذي ينجرح وممكن أن يشفى في غضون يومين أو ثلاثة. Recurrent infections يعني مرضى السكري دائما يعانون من تكرار حصول الالتهابات لديهم. Onset of type 1 may be associated with nausea and vomiting or abdominal pain. بداية ظهور النوع الأول ممكن أن يرافق بحصول حالات من الغثيان والتقيؤ أو آلام بمنطقة البطن، وهذا ناتج عن التغيرات التي حصلت في البنكرياس. إذن من أعراض مرض السكري أنه دائما يحس المريض بأنه تعبان وبحاجة إلى الذهاب إلى الحمام لتكرار التبول، وأيضا يبدأ بفقدان الوزن، هذا إذا كان بالنوع A. وأيضا عندما يحصل مثل ما قلنا الجرح يتأخر في الشفاء، وحتى ممكن أن يصير عندهم حالات العجز الجنسي، وممكن يصير عنده التهابات أو المرأة يصير عندها التهابات في منطقة النبل، ودائما يكونون عطشانين ويريدون الشراب يشربون يعني مي. نم أو تينجلينج هاند أو فيت، هذا دائما يحس بالخدر في أطرافه لقلة وصول الدم وتأثر الأعصاب في المحيطية للجسم، وممكن أنه يشوف الأشياء غير واضحة نتيجة البلور فيجن. و always hungry، دائما نحس نشوف المريض أنه يكون جوعان. من أهم المعايير اللي يهتم بها الطبيب أو الممرض عند تشخيص مرض السكري هي عدة اختبارات يوجد، ومن هذه الاختبارات فاستنج بلازما جلوكوز ونرمز لها بالـ FDG level of 126 ميليغرام دي سي. هذا معناته انه هذه كمعدل احنا نعطيه يكون ب 126، ولكن اذا نريد نعطي يعني رينج هذا يكون بين 80 أو 70 إلى 110. طبعا لازم المريض ما يأخذ أي شيء لمدة 8 ساعات، وبعد ذلك يقوم بإجراء هذا الاختبار، وهو طبعا عن طريق الدم. طبعا هنا أنا casual plasma، وهنا تعني concentration، يعني ناخذ التحليل اذا مثلا جانا المريض ما صايم وما ماكل، فعلى الاقل بعد ساعتين يسوي له التحليل، وتكون لازم يعني النسبه او الافرج الطبيعي هو 200 ملغرام دي سي. عندنا اختبار هو 2 hours post load glucose، وهنا في هذه الحاله بيكون عندنا الاختبار يحتاج أن يجينا المريض الصباح وهو ما متريق، يتم أخذ عينة من الدم وفحص نسبة السكر فيها، ثم طبعا بعد ذلك نطلب من المريض أنه يأكل، وبعد الأكل بنصف ساعة يعاد الاختبار له حتى نشوف إيش قد نسبة السكر صارت بعد نصف ساعة، ثم بعد ساعة أيضا نعيد الاختبار، ثم بعد ساعتين حتى نشوف مدى ارتفاع السكر بالدم ومدى انخفاضه. عادة المريض الطبيعي بعد ساعتين لازم يكون يعني السكر اللي وصل إلى الدم يبدي ينخفض، لأنه يبدي يدخل إلى داخل الخلايا، أما المريض السكري راح يبقى مرتفع ولا ينخفض. فمن هذه ممكن أن يعرفون هذه الطريقة إذا كانت أو لا موجودة أو لا.
management العناية بالمريض تتضمن 5 أمور مهمة. أولاً النيوتريشنال مانجمنت، هاي واحد. 2 عندنا الإكسرسايز، مونيتورينج الجلوكوز أند كيتونز، فارماكولوجيكال ثيرابي، والإدوكيشن. نجي عليها واحدة واحدة. إذا أجينا على النيوتريشنال مانجمنت أو الدايت يعني بشكل عام، عادة مريض السكري لأنه هو مرض ميتابوليك group of metabolic disorder، فإذا من الواجب أن المريض يهتم بطبيعة الغذاء اللي يأكله خلال اليوم كله. فبالنسبة للتايب 1 طبعا هنا كمية الكربوهيدرات يجب أن تحدد، نسبة الكالوريز أيضا لازم تكون يعني محدودة بشكل جيد. إذا maintain as much as consistency as possible in the amount of calories and carbohydrates for type 2. أما بالنسبة للتايب 2، هاي بالنسبة للتايب 1 لازم يحدد نسبة السعرات الحرارية والكربوهيدرات. أما التايب 2 هنا يحتاج المريض أنه دائما يقيس وزنه، وإذا كان سمين يحاول أنه يعني يقلل من الوجبات قدر الممكن حتى يوافق. طبعا لازم يكون المريض عنده ما يسمى بالميل بلان. ميل بلان يعني خطة الطعام أو تناول الطعام خلال اليوم كله. هذه تعتمد على الانديفيديوال يوجوال ايتينج هابيتس اند لايف ستايل. يعني احنا عندنا المريض اي انسان هو عنده نمط حياته، يعني اكو ناس تاكل 3 وجبات وهذه، واكو ناس تاكل بين هاي 3 وجبات، فممكن ان تكون الوجبات 6 أو 7 حسب. واكو ناس تحب اللحوم هوايه، واكو ناس تحب الخبز هوايه، وهكذا. هنا الميل بلان يجب ان تحافظ على كل هاي الامور، يعني الكربوهيدرات مطلوب والبروتين مطلوب والدهون مطلوبه، ولكن بنسب طبعا لازم تكون اقل مما كان المريض ياخذه عندما كان في حالة صحية جيدة، لأن الوضع تغير. ثانياً اللايف ستايل يعني نمط الحياة. هنا مريض السكري لازم يكون عنده حركة باليوم على الأقل نصف ساعة يمشي يعني، وما يكون ساكن غير متحرك. دائماً يجب أن يكون عنده نوع من الحركة حتى يكون هذه الحركة لا تكون عنيفة ولا تكون يعني بيها نوع من الشدة، ولكن أن يغير من نمط حياته، يقلل من الحضور بالمناسبات اللي بيها تقديم الكيك والشاي، لأن هذه الأمور ممكن أن تخلي يعني إغراء بالنسبة إلى لتناول مثل هذه الأمور، وخصوصا الأطفال. لأن تايب 1 مثل ما قلنا هو للناس اللي هم عمر المدرسة، ولهذا هذول يكون دائما صعب أن يسيطر ويكبح جماح رغبته في تناول الأطعمة الحلوة. فعندنا نوعين من الكربوهيدرات، عندنا الكومبلكس كربوهيدرات وعندنا السيمبل كربوهيدرات. الكومبلكس كربوهيدرات مقصود من عندها هي الكربوهيدرات الصعبة المعقدة التي لا يتم امتصاصها بسهولة من قبل الأمعاء. زين، هذه ممكن انه يتناولها المريض لانه تاخذ وقت طويل الى ان يصير عمليه الامتصاص لها. مثل ايش؟ مثل الخبز، مثل التبن الرز، او مثل الباستا اللي هي المعكروني. اما السيمبل كاربوهيدرات وهي مرفوضه تماما، مثل بعض الفواكه السكريه جدا مثل العنب مثلا، مثل التفاح الحلو جدا، الرقي، اللبة بالذات، لبة الرقي هذه تكون جدا حلوة، فيفضل انه ما تعطى للمريض السكري. الشوغر اللي نضيفه بالشاي، هذا السكر مرفوض تماما انه يتناوله المريض السكري. increase fiber in diet، وهذا كلش ضروري، انه الاكل اللي يتناول المريض السكري يجب ان يحتوي على نوع من الالياف التي تمنع من سرعة او تقلل من سرعة امتصاص الطعام الذي يتناولها المريض،
خصوصا إذا كان الطعام يحتوي على الكربوهيدرات. طبعا هذا الطعام حتى لا يمتص بسرعة، وجود الفايبر أو الألياف مهم وضروري جدا، مما يبطئ من عملية الامتصاص التي ستحصل في الأمعاء. استخدام السويتنر اللي هي المحليات، يعني بدل ما تستخدم مثلا ملعقة سكر تستخدم مثلا قرص محلى، تحطه بمكان ملعقة السكر في الشاي مثلا، تكون مقبولة هذه، لأنه هاي ما تزيد نسبة السكر بالدم، وما يصير نستخدمها بكميات كثيرة جدا، يعني أن تستخدم كميات معقولة وبسيطة. نجي إلى الجانب الثاني بالعناية بالمريض، وهو الإكسرسايز. الإكسرسايز نقصد بالتمارين اللي لازم يقوم بها. طبعا هذه تساعد التمارين على إنقاص نسبة السكر بالدم من خلال طبعا الزيد الميتابوليك سوري البادي أبتيك أوف جلوكوز، بمعنى خلايا الجسم أو عضلات الجسم الموجودة تأخذ كميات أكثر من الجلوكوز الموجود بالدم، فتقلل من نسبة الجلوكوز الموجود، لأنه راح تحتاج طاقة أكثر، فتساهم الرياضة في عملية دخول الجلوكوز إلى عضلات خلايا العضلية بالجسم. وايضا تزيد من الانسولين يوتيلايزيشن، يعني مستوى الاستفاده مو بس من السكر، يعني بيستفاد الجسم من السكر، ولكن حتى الانسولين الاستفاده راح تكون اكبر، بمعنى انه اذا ما شخص مصاب بالسكر واراد ان يمارس رياضه مثل رياضه المشي، او عنده مثلا يعني فد ظرف خاص اضطر انه يمشي مثلا مسافه قد تتطلب ان تكون ساعه مثلا وبشكل سريع، فهنا عليه ان يعرف انه لازم يتزود ببعض الطعام، حتى لان الجلوكوز راح ينخفض، وايضا الانسولين ايضا راح بسرعه يخلص، فممكن ان يصير عنده حاله نسميها الهايبوغلايسيميا اللي هي انخفاض السكر بالدم بشكل سريع، وذلك بسبب انه هو ده يبذل طاقه كبيره تؤدي الى عمليه الانخفاض بهذه السكريات والاستفاده من نسبه الانسولين. فاذا الذي مصاب بالسكري يحتاج انه يمشي مسافات كبيره، يعني لازم مثلا نقلل له نسبه الانسولين مو نزيدها، لأن يعني الجلوكوز الموجود راح يستفاد من عنده من قبل الجسم، فما نحتاج انسولين هواية، لأن الانسولين راح يبدي يعني ياخذ كل السكر الموجود المتبقي. reduce cardiovascular risk factors by alter blood lipid decrease total cholesterol. طبعا هنا يقلل الرياضة والنشاط، يقلل من الإصابة بالأمراض القلبية، ويغير من نسبة الدهون الموجودة بالدم، يعني الكوليسترول المقصود به. وطبعا المريض ما يصير يبدأ بأي إكسرسايز إذا كان عنده من سوى تحليل مثلا إنه هو عند كيتون بديس، لازم الكيتون تيست يكون زيرو، يلا يقدر يبدأ بهذا الاكسرسايز. أيضا المريض يجب أن يتعلم أنه يأكل كومبلكس كربوهيدرات مثل ما قلنا، وأيضا البروتينات قبل أن يدخل في أي تمرين. يعني إذا مثلا طفل بالمدرسة وعنده درس رياضة، خلينا نقول درس الرياضة الرابع أو الخامس، لازم الوالدة تكون حاطت له سندويشة بها لحم أو يا فد علبة مع الحليب، هذني تناولهم كلش مهم، لأنه البروتين والكربوهيدرات يعني الخبز واللحم هذني اثنيناتهم يساعدن على إنه الجلوكوز ما ينخفض الجلوكوز إلى مستويات واضحة، أو يصير عند المريض حالة هايبوغلايسيميا.
في حالة إذا كان المريض obese with type 2 diabetes. طبعا هنا إذا النوع الثاني من diabetes طبعا الاكسرسايز مهم حتى يقلل البادي ماس اللي هو الاوبيسيتي اللي موجودة، ويحسن أكيد من أي طلب غذائي للسكريات وفقدان الوزن. الجانب الثالث والمهم بالعناية بالمريض هي مسألة المونيتورينج جلوكوز اند كيتونز، يعني مسألة مراقبة وقياس السكر والكيتون بوديز الموجودة بالجسم. طبعا ما معقولة مريض السكري يوميا رايح للمختبر ويسوي تحليل. فيوجد أجهزة موجودة بالصيدليات لقياس الرفلو اللي هو فحص الدم بالسكر، فهذا يسموه self monitoring of blood glucose، وطبعا هذا يكون مفيد جدا للشخص المصاب بالسكري، وخصوصا النوع من المرضى الذين هم يكونون unstable diabetes، يعني هنا يكونون سكرهم ما مضبوط دائما بارتفاع وانخفاض، a tendency for severe ketosis or hypoglycemia، دائما عندهم استعداد لحصول حالة الكيتوسيس، يعني ارتفاع او الهايبوغلايسيميا وانخفاض السكري، والهايبوغلايسيميا without warning symptoms، يعني بعض المرضى يصير عندهم حالة انخفاض السكر بالدم بدون يعني حصول اي نوع من علامات المنذرة اللي ممكن المريض من خلالها يعرف انه هو راح تبدي عليه اعراض معينة. طبعا abnormal renal glucose threshold، يعني هنا حصول نسبة خروج نسبة من السكر مع البول ممكن ان يكون كبيرة. طبعا هذا هو الجهاز الرفلو إذا تلاحظون هنا، وهذا الجهاز طبعا يربط بالبداية، هاي الخطوة هنا عملية أكو دمبوس يكون موجود ممكن أن يسوي غرزة ويطلع الدم، عندما يخرج هذا الدم ممكن نحط الستريب داخل الجهاز ويصفر، ثم بعد ذلك يقيس نسبة السكر بالدم. طبعا هنا عندنا حالة أيضا عندنا الفارماكولوجيكال ثيرابي أو الميديكيشن. إحنا بنقول الميديكيشن إحنا عندنا معالجات طبية مثل الإنسولين ثيرابي، هذا قلنا نستخدم للتايب 1 diabetes mellitus، لكن sometimes patients with type 2 diabetes they need insulin temporarily، يعني يحتاجون لفترة مؤقتة لحد ما يصير عندنا يعني تتحسن حالتهم. في حالات ايش؟ حالات الالنس، حالات الانفكشن، حالات البريجنسي، حالات السيرجري and some other stressful events، مثلا عندهم صارت حالة وفاة، عندهم حالة ستريس وارتفاع السكر على غفلة، حالات الخوف الشديد، حالات العصبية الشديدة، ممكن ان تؤدي هذه الحالات النفسية او الجسمية المبذولة من قبل المريض الى ممكن أن تؤدي إلى ارتفاع السكر. إنسولين ريجيم، طبعاً النظام إعطاء الإنسولين يختلف، ممكن بعض المرضى يأخذون مرة واحدة باليوم، وممكن مرتين، وممكن ثلاث مرات، وممكن أربع مرات. طبعاً هاي من واحد إلى أربعة إنجكشن بير داي. إحنا نقول دائماً إنه كل ما قل عدد الإنجكشن كل ما معناته حالة المريض ستيبل أكثر، لكن كل ما زادت حالات الإنجكشن باليوم معناته إنه هذا المريض أنستيبل، لأنه يحتاج هواية إنجكشن، لأن دائماً ده يتغير، يعني ينخفض عنده مثلاً أو يرتفع عند السكري مثلاً. يوجوالي هنا عندنا نستخدم أنواع من الإنسولين، طبعاً أكو إنسولين نسميه short acting وأكو عندنا long acting، وعندنا ما يسمى بالميكستارد. الميكستارد هو يشمل both short acting والintermediate acting،
يعني متوسط والقصير. هذا من نستخدم الشورت اكتنج، معناته احنا بنعمل على مثلا صباحا اذا اخذ المريض، فهو طبعا ما ياخذ الانسان اذا ما يسوي تشيك، يعني يشيك نفسه يشوف نسبه الرفله مال اليد، ثم بعد ذلك ياخذ انسولين.